بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الفقرة ومع هذه التدوينة من على صفحة Entrepreneuria par excellence Mali. طبعا نتكلم مثلا عن l'entreprise يعني الشركة أو المقاولة، نتكلم أحيانا عن l'entrepreneur يعني المقاول، هنا نتكلم عن entrepreneuria كما نتكلم عن المقاولاتية par excellence. excellence المقصود بها تفوق، أحيانا نطلقها على شخصية ما، نقول مثلا son excellence كما نقول فخامته، son excellence كما نقول فخامته كلقب احترام. كما نلاحظ هي صفحة لها علاقة بدولة مالي بإفريقيا طبعا، avant 3 ans. إذن في 23 أيشد غابو أوبتيان أن كونترا دو 16,400,000 فرانك بور لا فابريكاسيون دو شاريت، بور لا فابريكاسيون دو شاريت. إذن في 23 سنة، في 23 سنة أيشد غابو أوبتيان أن كونترا دو 16,400,000 فرانك بور لا فابريكاسيون دو شاريت. أيشد غابو أوبتيان، طبعا عندنا لو فيرب أوبتونيغ، obtient عندنا هنا لو فيرب obtenir، on a le verbe obtenir، هذا فعل نال، نال. عائشة غابو عندما وصلت السن 23 سنة obtient un contrat، نالت اتفاق 16,400,000 فرنك pour la fabrication de charrette، من أجل تصنيع. طبعا لو فيرب فابريكي أنك تصنع شيئا، إذا لا فابريكاسيون هو التصنيع، بور لا فابريكاسيون دو شاريت، من أجل تصنيع العربات، طبعا العربات كالتي نلاحظها في الصورة. عائشة دغابو جون أنتربرونور، إذا نتكلم عن عائشة دغابو أنها مقاولة شابة دو نونا، دو نونا من منطقة نونا كما نرى على الصورة. أفي فيت كومبخي، إذا هي من قبل، هنا في الأصل عندنا avait compris، avait compris يعني أن فهمت، عندنا le verbe comprendre avait compris أن فهمت، ثم عندنا avait vite compris أن هي فهمت بسرعة. des son CM2 mondo، طبعا CM2 هي واحد المستوى في الابتدائي، إذن هي من اللي وصلت واحد المستوى في الابتدائي هي فهمت، هي فهمت بواحد السرعة. que l'école classique، بأن المدرسة الكلاسيكية نيتي با طيي بو إل، أن المدرسة الكلاسيكية نيتي با طيي بو إل. طبعا لو فيرب طيي كما نقول أنك تفصل توبا، كما نقول أنك تفصل توبا. نتكلم مثلا عن لو طيور، لو طيور يعني الخياط اللي تفصل التوب. إذن طبعا هاد المدرسة أنها لم تكن مفصلة من أجلها، بمعنى آخر أن المدرسة لم تكن مناسبة لها. دي 2013 منذ سنة 2013 الفير vers la soudure، الفير vers la soudure. طبعا عندنا هنا لو فير فيغي يعني أنك تنعرج في اتجاه ما، فيغي vers la droite يعني أنك تدور نحو اليمين، الفير vers la soudure يعني أن دارت أو اتجهت إلى التلحيم، إلى التلحيم، أن دارت عند السدور ولا تبغى تعمل السدور. إذن مجال التلحيم دومين دوميني بار ليزوم، إذن نتكلم عن دومين، نتكلم عن مجال دوميني أنه مهيمن عليه. لو قلنا دومين يعني مجال، كي دومين، كي دومين يعني هذا المجال هو الذي يهيمن، كي دومين توت لي زافير مثلا، نتكلم عن مجال يهيمن على كل الشؤون، ولكن نتكلم هنا عن دومين دوميني، إذن نتكلم عن مجال أنه مهيمن، المقصود أنه مهيمن عليه باغ لي زوم من طرف الرجال. إذن نتكلم عن مجال التلحيم، أن الرجال هم الذين يتعاطونه بشكل شبه كامل. ما تخافيت ولكن بسرعة كبيرة. الغافي، طبعا عندنا هنا لو فيرب غافير ستادير مونتي افيك ديفيكولتي، ستادير مونتي
avec difficulté, يعني أنك تصعد أو أنك تطلع بصعوبة. إذا مي تخي فيت ولكن بسرعة. الغرافي لي زيشلون، لي زيشلون هما ديك الدرجات ديال السلوم، الدرجات ديال السلوم. طبعا هنا الأمر تشبيهي، المقصود أنها صعدت في سلم العمل. أل دوفيان، أل دوفيان شيف داتولي، ثم أصبحت رئيسة ورشة، ثم أصبحت رئيسة ورشة. أل دوفيان، طبعا عندنا لو فيرب دوفونيغ، أل دوفيان ثم أصبحت، طبعا عندنا هنا لو فيرب دوفونيغ في البريزون، كما لو نقول هي تصبح وهي تصبح، ولكن المقصود بها أنها أصبحت. أل دوفيان ثم هي أصبحت شاف داتولي، رئيسة ورشة. أون 2020 في 2020 أل ديكروش أن كونترا دو فابريكاسيون دو شاريت دين فالور دو 16 مليون 400 ميل فرون. إذن في 2020 أل ديكروش، طبعا كلمة ديكروشي، فعل ديكروشي عنده معاني كثيرة، منها مثلا أنك تسحب، أنك تعود في رأيك، وكما عندنا هنا المقصود به حاز، حاز على. إذن هي حازت على ماذا؟ على اتفاق. ال ديكروش ان كونترا، إذن هي حازت على اتفاق دو فابريكاسيون لصناعة دو شاغيت، صناعة العربات طبعا المجرورة، دون فالور بقيمة دو 16 مليون 400 ميل فرون. هي حازت على اتفاق لصناعة عربات مجرورة بقيمة 16 مليون 400 ألف فرنك. نو نو سون با توس كونفيغوري بور افوار دي ماستر دي دكتورا، نو نو سون با توس كونفيغوري بور افوار دي ماستر دي دكتورا، نو نو سون با توس كونفيغوري، نحن لسنا كلنا. طبعا نصوم يعني نحن، نصوم توس كونفيغوري يعني أننا كلنا، كما نقول مبرمجون أو مهيئون pour avoir des master des doctorat، أننا مهيئون لتكون عندنا الماستر، نتكلم عن درجة في التعليم ينالها الشخص دي دكتوراه، طبعا درجة أخرى أيضا، ولكن عندنا هنا nous ne sommes pas، نحن لسنا tous configurés، نحن لسنا كلنا configurés، configurés أننا مهيئون مبرمجون إلى غير ذلك. إذن cherchons notre chemin، إذن فلنبحث عن طريقنا. certes حقيقة، il est très important، هو جد مهم، de savoir lire، لمعرفة القراءة، de savoir lire لمعرفة القراءة، écrire لمعرفة الكتابة، et compter ولمعرفة الحساب، dans une langue في لغة ما. هو صحيح بأنه ضروري على الشخص أن يتعلم القراءة والكتابة والحساب في لغته، في اللغة التي يتحدث بها. à l'école primaire suffit pour ça، والمدرسة الابتدائية suffit، طبعا عندنا الفيرب suffire أنه يكفي، والمدرسة الابتدائية أنها تكفي pour ça، pour ça من أجل هذا. عيش après avoir appris à lire، عيش بعدما تعلمت، طبعا عندنا الفيرب apprendre après avoir appris، après avoir appris بعدما تعلمت، بعدما تعلمت عندنا الفيرب apprendre فعل تعلم، après avoir appris بعدما تعلمت à lire القراءة، écrire الكتابة، et compter وتحسب أو الحساب. elle a décidé، إذن هي قررت، عندنا لو فيرب décidé، ومنها كلمة la décision يعني القرار، أنك تأخذ قرارا ما، إذن نتكلم على la décision. إذن elle a décidé، إذن هي قررت d'apprendre un métier، أن تتعلم مهنة. 7 ans après، 7 ans après، 7 سنوات بعدها، voici le résultat، voici le résultat، ها هي النتيجة. félicitations à elle، félicitations à elle،
إذن تشجيع لها، تشجيع لها. إذن كما نلاحظ الصورة، كما نقول voici le résultat، هاي النتيجة، أنها وصلت إلى مرتبة وأصبحت صاحبة مقاولة. طبعا على الإنسان أن يتعلم هو في الحقيقة أن لا يكتفي فقط بما تعطيه إياه المدرسة، ليس كل ما تعطيه المدرسة كافي، بل على الشخص صراحة أن يبحث فيما دون ذلك من أجل تعميق فهمه للأشياء. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.